السلام عليكم. أحييكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج همزة وصل التي تأتيكم من القاهرة. ضيفي لهذه الحلقة الأستاذ فهمي هويدي، فأهلا ومرحبا بكم. نقطة التحول هي مرحلة تغير تفكير الإنسان ومساراته في الحياة، وأحياناً يكون للإنسان أكثر من نقطة تحول في حياته. قد لا تعود كلها للحوادث وللتجارب، بل قد تكون مجرد كلمة. فهمي هويدي أحد هؤلاء الذين كانت تتغير حياتهم بسبب نقاط تحول. تكاد تكون نقطة التحول الأولى في حياة فهمي هويدي حين اعتقل شابا وهو لم يتجاوز 16 من العمر، وذلك بسبب الانتماءات السياسية لوالده الذي يعتبر أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت. يقول هويدي بأنه خرج من السجن بعد عامين، ولكنه كان يشعر وقتها أن شبابه قد ولى. وأن عمره قد أصبح 60 عاما. نقطة التحول تلك ظلت عالقة بذاكرة هويدي، لكنها لم تؤثر في إعجابه بالرئيس جمال عبد الناصر الذي سجن في عهده. صحيح بأن نقطة التحول عادة ما تقلب حياة الإنسان رأسا على عقب، ولكن فهمي هويدي جعل من نقطة الاعتقال المبكر انطلاقة لمستقبله. فقد تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1960، وكان قبل نيل شهادته الجامعية بعامين يعمل في جريدة الأهرام القاهرية التي تدرج فيها إلى أن أصبح سكرتيراً لتحريرها بعد 18 عاماً. باسمك عزيزي المشاهد ورحب في هذه الحلقة من برنامج همزة وصل بالمفكر العربي الأستاذ فهمي هويدي. مساء الخير أستاذ فهمي. أهلا بك، مرحبا، وسعداء أن نلتقي معك عبر شاشة قناة الكوت الفضائية. طبعا أستاذ فهمي، إحنا راح نحاول أن نتوقف عند أبرز المحطات في تاريخ الأستاذ فهمي هويدي. محطات كثيرة بكل تأكيد ساعة تلفزيونية لن تعطيك ولن توافيك حقك في هذا المجال، ولكن راح نحاول نتوقف عند أبرز هذه المحطات. في البداية أود أن أرجع بالذاكرة معاك لعام 76، زيارتك إلى الكويت وتقلدك منصب مدير تحرير مجلة العربي، وذكرت بأن هذا العمل كان بداية ولادتك المهنية. كلمنا عن أبرز هذه الذكريات التي لا زالت حاضرة في الذاكرة. يعني حتى أكون أكثر دقة، فهي لم تكن ولادة المهنية، ولكن لأن قبل هذا التاريخ أنا كنت في الأهرام، صار لي حوالي 18 سنة. ولكن يعني المنحنى الكتابة عندي أو التأليف بدأ بهذه المرحلة. يعني أنا قبل أن أذهب للكويت أولا كنت أعمل في صحيفة يومية اللي هي جريدة الأهرام منذ عام 58. ما خطر ببالي أن أنا أعمل في مجلة أسبوعية وثقافية، وكانت النقلة من مجلة شهرية، بالمناسبة مش ليست أسبوعية، النقلة من صحيفة يومية إلى مجلة شهرية نقلة مهمة، ومن متابعة الأخبار اليومية إلى العمل في مجلة ثقافية شيء آخر. فضلا عن أنه أنا بتذكر أنه قبل الذهاب إلى الكويت، وأنا ذهبت طبعا
لم يخطر على بالي أن أذهب إلى الكويت بالمناسبة، ولكن ذهبت بعدما طاردني الرئيس السابق أنور السادات وطلب منعي من الكتابة، وقيل لي ابحث لك عن شيء آخر، فلم يكن هناك من السبيل إلا أن أنا أبحث عن ملاذ آمن، ملاذ مهني آمل. فكان في ذلك الوقت أن الدكتور زكي نجيب محمود رحمه الله كان أستاذا في جامعة الكويت وكان قادما من هناك، وسألت قلت له أنا مسافر الكويت أعمل إيه وكذا كذا، قال لي أحد أمرين، إما كنت يعني تنخرط في المجتمع والسلوك الاستهلاكي وإلى آخره، أو أنك أنت تنصرف إلى البحث والقراءة والدراسة. فأنا اخترت موضوع آخر، وساعدني في هذا أنه مكتبة جامعة الكويت كانت مكتبة غنية جدا جدا، فكان فيها ثراء هائل ومراجع كثيرة وكتب كثيرة، وأمين المكتبة في ذلك الوقت شجعني فخصص لي مكانا عكفت فيه على يعني قراءة ما تيسر من المراجع والكتب، وبالتالي انتقلت ليس فقط من الكتابة اليومية من الصحافة اليومية إلى الصحافة الشهرية والثقافية، ولكن أيضا من مهنة الصحافة إلى مهنة الكتابة. بدأت هناك من مجلة العربي. والحقيقة ساعدني ذلك ليس فقط في كم المراجع التي توفرت، ولكن أيضا في الانطلاق في أفاق العالم الإسلامي في ذلك الوقت. خليك دور في استطلاعات العربي الخارجية وانفتاح العالم الإسلامي. كانت سياسة، بمعنى أنه كان الأستاذ أحمد بهاء الدين الذي كان رأس تحرير مجلة العربي في ذلك الوقت قال أن العربي لعب الدور في التعريف بالعالم العربي، كان في زاوية أو سلسلة استطلاعات أعرف وطنك أيها العربي. ففي ذلك الوقت كان تم التعارف أو التعريف بالعالم العربي، فقررنا وبتوجيه من الأستاذ أحمد بهاء الدين أن احنا ننطلق إلى العالم الإسلامي، وأنا كنت مستعد ومرحب بهذه العملية. فانتقلنا من العالم العربي إلى العالم الإسلامي، فزرنا غرب أفريقيا وفي آسيا، ويعني تجولنا في هذا الإطار التعريف بمجال استراتيجي أو بمحيط آخر تجاوز الحدود العالم العربي إلى العالم الإسلامي. ولهذا أول كتب صدرت لي في الكويت، يعني الإسلام في الصين وحتى إيران من الداخل والمؤتمر، هذه كلها صدرت في الكويت. يعني أعددتها وأنا في الكويت. في الكويت والتدين المنقوص والقرآن والسلطان، يعني حوالي 4-5 كتب، وده بالنسبة لي كان نقلة مهمة. كم سنة تقريبا قضيتها في الكويت؟ أنا قضيت 6 سنوات. فتوفر لي في البيئة المناسبة والوقت الكافي، وأيضا التغطية التمويل الكافية عشان رحلات تقوم فيها في روسيا وآسيا وغرب أفريقيا وإلى آخره، كان في فرص أتاحته مجلة الكويت في ذلك الوقت، واستمرت يعني بعد الكويت ذهبت إلى لندن، ثم جيت إلى القاهرة حين بعد اغتياد الرئيس السادات وعدنا إلى ما كنا فيه. بالكويت بالمناسبة هل هناك ذكريات بعيدا عن مجلة العربي لا تنساها لا زالت باقية في ذاك؟ لا، هو أنا في الكويت أنا كنت أسكن في بنيد الجار. في بنيد الجار وهي أغلبها من إخواننا الشيعة، ودي بالمناسبة كانت أول تعارف لي أو تعرف لي للثقافة الشيعية، وخصوصا في ذلك الوقت كان كتب الإمام الخميني تصل إلى الكويت تحت أغلفة أخرى. يعني هذا الكلام في منتصف في منتصف السبعينات. انا كنت هناك 76 77 78، الثوره الايرانيه كانت 79. انا في ذلك الوقت كنت اسكن في حي من الشيعة، وكان في علاقات جيران واصدقاء والى اخره، فكنت بطلع على كتب الشيعة، وانا لم يكن لي اطلاع كافي على موضوع الشيعة السابق قبل هذا السابق التجربة. لا، لكن توفر لي كم كبير من الكتب، وهذه الخلفية هي التي مكنتني من أنه
يعني أقترب من المذهب الشيعي وأزور إيران وأعد كتاب إيران من الداخل. السبب كان منطقة بنيد القهر. هي في بنيد القهر. كل هذا ولد في بنيد القهر. وأنا بذكر إنه أول طائرة مدنية هبطت في مطار مهرباد كان استأجرها الشيعة في الكويت لتهنئة الإمام الخميني، وأنا كنت على هذه الطائرة. كانوا مجموعة من الشخصيات. مجموعة من الشخصيات. يعني عدد من مش قليل. وطبعا كان تجربة مثيرة في ذلك الوقت، كلنا كانت التجربة كانت مثيرة للاهتمام. ولكن أتيح لي أنه أتابع الأيام الأولى للثورة الإيرانية وغرفة الإمام الخميني وسريره المبسوط على الأرض وأدويته وحواريه، يعني هذه الأيام المبكرة للثورة يعني عشتها. لا تنساها. والسبب كان تعرفك على كل هذا الشيعة في منطقة بنيد القهر. خرج من بنيد القهر. إذا في الكويت، سؤال أخير، في ذاك الوقت كان هناك حراك ثقافي في الكويت في منتصف السبعينات، ساهم هذا أيضا في؟ طبعا. لا، الكويت في ذلك الوقت كان تموج بالمثقفين العرب والتيارات الثقافية القومية والوطنية والإسلامية، كل كان في حيوية شديدة لا تنسى. وأن أذكر طبعا لا يمكن أنه أنسى ندوة الثلاثاء في بيت الأستاذ عبيس حسين أبو هاني، كنا نذهب إلى هناك وفي جمع من المثقفين العرب كنا نستمع ونتعلم، وكانت يعني مصدر من مصادر الثراء الثقافي الذي لا ينسى.